مشاهدينا، وردنا هذا الخبر العاجل، حيث قالت وزارة الداخلية إنها سلمت النيابة العامة مقاطع مصورة داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبد الفتاح، والتي تثبت عدم صحة ادعائه بإضرابه عن الطعام، وكذا عدم صحة الادعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه. نكرر عليكم مشاهدينا هذا النبأ العاجل، حيث وردنا من وزارة الداخلية، حيث قالت الوزارة إنها سلمت النيابة العامة مقاطع مصورة داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبد الفتاح، والتي تثبت عدم صحة الادعاء بإضرابه عن الطعام، وكذا عدم صحة الادعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه.